بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله أشواطنا تتواصل مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ بميدان الساد، وهو شوطنا اللي تعلن انطلاقة الشوط الخامس الخاص للأبكار الحجايج لمسافة 3 كيلومترات في شارة الديوان 7. شعار الدكتور يتصدر القيادة على ظهر الذيبة للدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري، يقود المسيرة ويقدم الذيبة. المركز الثاني وليفة أحمد بن محمد بن العوضي المنهالي. المركز الثالث مصدعة عايض بن خميس بن فرج بن حريز. المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من شقرة خالد بن سعيد بن حربي العامري. المركز الرابع موقعها وغيرت على الثالث. أما في المركز الخامس شفوف سعيد بن سهيل العفاري، سعيد بن سهيل العفاري. المركز الخامس تصل ثروة محمد بن غاصب بن خيلة العفاري من يقدم ثروة على المركز الخامس. المركز السادس وصل بالقرين، لكن الاسم الاخر اللي من الجانب الاخر تتقدم شواهين محمد بن سالم بن الويع العامري، وصل وخذ المركز السادس ويغير على الخامس بالقرين، يصبح سادسا ايضا سهيل بن حمد بالقرين العامري. هكذا المسار وهذه الذيبة، خليك ذيبة، هي الذيبة للدكتور سعيد بن محمد بالشرقي العامري. يقود المسيرة أبو محمد ولا عوايد، وأيضا له تاريخ مشرف لم ينتسي، وبإذن الله تعالى سيعود ويحقق الانتصار ويرضي جماهيره ويقدم الذيبة إلى صدارة الشوط. شعار أحمد بن محمد بن العوضي على المركز الثاني، شعار لا تغيب عنه الشمس، وشعار له تاريخه وله تقديره واحترامه. على المركز الثاني على ظهر وليفة أحمد بن محمد بن العوضي بن يحيى المنهالي يلي قادم شفوف سعيد بن سهيل العفاري، ياتي بشفوف الرابع مع سهيل بالقرين. شوف الخامسة بالرصاص، واصل بفيض رصاص بن سالم بالرصاص العامري. يا سلام، الله، المنافسة بميدان الساد في صباح هذا اليوم، لكن الأنظار تتجه إلى عاصمة الميادين الساعة 2 بعد الظهر بإذن الله تعالى. سوف الكاسي غادر إلى بوابة 11 بمشيئة الله تعالى، ما عاد أحد الشعارات أيضا اللي حاضرة في صباح هذا اليوم في مساء هذا اليوم هناك. الله يا الدكتور يستعرض على أرضية ميدان الساد بالذيبة، الذيبة. يا سلام، هذه الذيبة، انطلقت الذيبة، السيطرة التامة. أم يكون كلام آخر بالعوضي سعادة أحمد محمد بالعوضي على المركز الثاني؟ الذيبة مسيطرة. وليفة قادمة، وليفة تبى تسجل الحضور الثاني. نجم الساد قادم وبالقرين قادم، الأسماء. لكن بالعوضي مشاهدين الكرام يخطف النقطة الثانية في صباح اليوم، وهذه وليفة أحمد بن محمد بن العوضي المنهالي. انطلقت وليفة وبدون أوامر أحمد بن محمد بن العوضي المنهالي أتانا بوليفة وسيطرة التامة. مشكور يا أبو محمد. طارت وليفة، السيطرة التامة. يا سلام، زادت من السرعة في الأمتار الأخيرة تسجل الحضور الثاني، تهاب
ثمانين من الأعماق للمرة الثانية على التوالي لسعادة محمد بالعوضي بن يحيى المنهالي، والتهنئة لأحمد بن محمد بالعوضي المنهالي. نهني أبو محمد على هذا الفوز، وتصل وليفة إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. المركز الثاني مع بلقرين، الثالث مع بن رصاص، الرابعة شعار بن بدر، الخامسة لسعادة سهيل بن خيرة، السادسة مع بن مفتاح. 44 ثانية، وليفة حاملة رقم واحد، تحقق الفوز والانتصار لأحمد بن محمد بالعوضي المنهالي.